تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الأحد اللي يحبه كل أحد. بداية أسبوع جديد إن شاء الله بيكون أسبوع جميل، أسبوع إيجابي. أول شيء طبعا بالتوكل على الله وحسن الظن بالله، بعدين بالطاقة الإيجابية اللي نحن نبعثها في الكون وتفكيرنا الإيجابي عشان الأسبوع يمر مثل ما إحنا نحب. وأنا أقول لكم عن تجربة، لما نبتدي الأسبوع ما نبغى نكون ناس سلبيين. لما نبتدي يوم الأحد اللي يحبك الأحد نقول أوف، أول يوم في الأسبوع، أسبوع طويل، عندي شغل، مديري شو بيقول لي، أسبوع متى بيوصل الخميس. صدقوني من تبدون تقولون هالكلام تحسون أسبوعكم يمر عكس ما أنتوا تحبون. بينما نبتدي بالصباح جميل وابتسامة جميلة وتوكل على الله، سبحان الله يمر الأسبوع مثل ما إحنا نحب وأفضل. فدائماً نحسن التوكل والظن بالله، ودائما نعزز طاقتنا الإيجابية ونطلق في الكون طاقة إيجابية جميلة عشان تعم الصحة والسعادة، مو بس دولة الإمارات، في كل مكان. فهذا برنامجكم، برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتها المتميزة دائما وأبدا، إذاعة نور دبي. معايا اليوم في الإخراج أيمن سرحين أبو نوح، صباحك ورد. معايا اليوم في التنسيق أميرة المري، صباحك ورد يا أميرة. وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، بنكون معاكم مثل ما تعودتوا تقريبا ساعة على الهواء، ندردش معاكم، ناخذ ما في خاطركم، ملاحظة، شكوى، اقتراح. ورد شدد على الاقتراح، اللي من شأنه أن يحسن الخدمات الصحية مو بس في دبي ولكن في الإمارات بشكل عام. دائما الاقتراحات اللي تيجي من صوبكم أنتوا كونكم متعاملين لهيئة الصحة بدبي هي اقتراحات ثمينة، لأن دائما وجهة نظر المتعامل تكون مختلفة عن وجهة نظر الموظف. احنا نشوف من زاوية، انتم تشوفون من زاوية أوسع وأكبر، بالتالي كل اقتراح مالكم دائما لا فايدة كبيرة. فتواصلوا معنا على الأرقام على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. نبتدي أولا معنا أسماء، راح نبتدي أولا بالسوشيال ميديا ونشوف شو صار في السوشيال ميديا وما هو جديد السوشيال ميديا خلال عطلة نهاية الأسبوع. صباحك ورد يا أسماء. صبحكم الله بالنور دكتورة، عليك وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. عليك حبيبتي، خبرينا شو في جديد في السوشيال ميديا. من الأشياء اللي صارت في السوشيال ميديا اللي هو ختام تحدي دبي للياقة اللي كان هو ختامه أمس. فكان والبوسم كان يعني متصدر، أن الكل قاعد يشارك، الكل قاعد يختم فعالياته، لكن نحن حطينا فيديو نقول يا جماعة التحدي مو بس في شهر نوفمبر، لكن التحدي مستمر طول السنة، نمط الحياة. يعني نحن لما قلنا تحدي دبي لياقة 30 يوم عشان الجسم يتعود، عشان بيكون عنده مثل الطبع يحس بالفرق. فشفت الفرق اللي تحسيت فيه والاستعادة اللي انت يعني انضافت لك، خلها تكون طول السنة. لا تتحمس بس في فترة في السنة، لكن الحياة والحركة لازم تكون طول أيام السنة. صحيح. كذلك كان في مسيرة حارب السكري، كانت يوم الجمعة الصبح، وما شاء الله تبارك الرحمن كان في أكثر من 6000 مشارك. ما شاء الله ممتاز. الكل كان موجود، بس نقول يا جماعة حركة، الحركة ممكن تقيك من النوع الثاني. يعني حتى ما يعني لما كان في مثل عامل وراثي كبير وما قدرت نمط الحياة إني أثر، لكن ما راح يكون بنفس الشخص. دائما واحد يقول ترى نحب نمرض بنمرض، أنا عندي عار جيني عندي. زين يا أخوي، ترى ممكن الموضوع لما يجيك يكون خفيف، صح. ممكن تتفادى الأعراض الجانبية أو المضاعفات الخاصة بهذا المرض، مثل الكلى وتلف الكلى وغيره والعمى، ممكن تتفادى في نمط الحياة الصحي والتغذية السليمة. ونختمها برسالتنا الصباحية اللي تقول اليوم
هي صح، بعد زين قلنا حمله يعني شرفيه باي عبد الله سميناها امس، لكن خلال هذا الاسبوع راح نحط النتائج قبل وبعد، لانه وايد قالوا لنا نبغى نعرف قبل وبعد وكيف صار وكيف استوى وكم نسبه الدهون. راح نحط ان شاء الله خلال هذا الاسبوع تشوفون الفرق بين عبد الله لما كان في بدايه التحدي وعبد الله في نهايه التحدي. ممتاز. ورسالتنا الصباحيه اليوم تقول: المستقبل الناجح هو لمن يرون الفرص وينتهزونها قبل ان يراها الاخرين. وانتم بصحه وسعاده. وانت بصحه وسعاده يا اسماء، شكرا لك حبيبتي، نهارك سعيد. طبعا تحدي 30 باي 30، تحدي باي لياقة، كان ما شاء الله تحدي جدا جميل، وأحس السنة حتى كان في نشاط أكثر، السوشيال ميديا كلها موجودة فيها فيديوهات وصور للناس يشاركون، وكان في مسيرات وكان في حملات وكان في واكاثون وكان في غيره، فما شاء الله كان شار جدا 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 نشيط. هذه دعوة مو بس للناس، دعوة حتى للجهات، خلي يكون في فعاليات رياضية طول السنة. وجود فعاليات رياضية جماعة تخلي الموظف يشعر، مرة ثانية نقول، أن الدوام ليس فقط مكان للدوام، أنه يروح يداوم يمارس رياضة، فبالتالي يحس كأنه نمط حياة، ويساعد أن الموظف يعتمد هالنشاط الرياضي في حياته اليومية. فنبغى المبادرات الرياضية ما توقف. طبعا احنا في فئة الصحة عندنا اللجنة الرياضية ما شاء الله نشيطة طول السنة، ونبغى الجميع شاركوا فيه على وسائل التواصل يا جماعة، خلي الناس تشوف شو عندكم فعاليات رياضية في دواماتكم، يستوي نوع من أنواع التنافس الجميل. يعني لما تشوف مثلا أي هيئة ما شاء الله مثلا يوم الجمعة قرروا يتجمعون يتمشون في الحديقة لعدال الدوام مثلا، أو الحديقة الأجرب لمعظم الموظفين، ويعطي إحساس جميل، أنا بعد أبغى أطبق مثلا في عيادتي، أنا بعد أبغى أطبق في دوامي، فيكون في تنافس جميل. صوروا وانشروه عشان نستوي قدوة حسنة لبعض. احنا الحين ننتقل إلى موضوع فقرة التغذية، والفقرة اليوم كالعادة فقرة مهمة تخص النشويات ومرض السكري. وايد في إشاعات ووايد في إفتاءات وموضوع النشويات ومرض السكري، فرح تكون معنا الأستاذة سهير محمود أخصائية التغذية في فئة الصحة بدبي، بتقول لنا شو علاقة النشويات بالسكري، وهل هي فعلا العدو الأول لمرض السكري؟ صباحك ورد أستاذة سهير. صباح النور، إن شاء الله تكونوا مناح. إن شاء الله، شكرا. قولي لنا، هل فعلا النشويات عدو مرض السكري؟ هلأ طبعا على عكس المعتقد عليه أنه النشويات هي عدو مريض السكري، يعني على عكس المتعارف عليه، هذا الشيء غلط طبعا، لأنه الحمية الصحية المفروض أنها تتكون من 45-65% من التوتال كالوريز يجي من النشويات. بيعتمد طبعا سواء حياخذ الشخص 45% من السعرات من النشويات ولا 65، بيعتمد على وزنه وطوله، الأمراض المصاحبة، النشاط البدني، وكمان في عنا 20-35% مفروض يجي من الدهون. نعم. و10-35 بيجي من البروتين، كمان بيعتمد على الشخص، على النشاط البدني، إذا كان مثلا رياضي مش رياضي، ريكرييشنال إليت أثليت اللي هو المهم. فالنشويات طبعا هي مهمة وتعتبر مصدر الغذاء الأساسي لدماغ الإنسان، وما فينا نحن نعتمد على حمية خالية من النشويات، وهذا الشيء يعني غلط. هلأ للأسف في ترند الكيتو دايت اللي هي بتعتمد على الدهون بشكل عالي. صح. وأيضا بروتين، والنشويات بتكون شيء بسيط، يعني 5% من السعرات الحرارية اللي هي عكس الموصف فيه اللي هو 45-65%. تمام. فهاي الحمية هني كانوا يوصفوها للناس اللي عندهم إبليبسي، يعني مرض الصرع، والناس اللي بيصير عندهم نوبات صرع. هي بتفيد هاي الحمية في حال مثلا كان في أنتي إبليبتيك دراجز واحد أو اثنين استخدموا وما يعني أجدوا بالنفع، ساعتها كانوا يوصفوا الكيتوجينيك دايت لهاي النوع من المرضى. لكن هلأ عن جديد صارت عبارة عن ترند، وهي صراحة ترند خاطئة وجدا يعني ممكن تضر مريض السكر، لأنه لو صار عنده هبوط بالسكر، لأنه عم ياخد دواء السكري ومش عم ياخد نشويات، بالتالي لو صار عنده هبوط بالسكر ممكن لا سمح الله أنه يفقد وعيه، يدوخ، ينزل ضغطه، لا سمح الله يفوت بكوما. تمام. فيعني هي جدا خطيرة وما بتصح فيها أي مريض سكري. غير هيك أنه نحن عنا النشويات، في عنا نوعين من النشويات، عنا النشويات المعقدة النشويات البسيطة. النشويات البسيطة اللي هي زي السكر، السكر اللي احنا بنحطه بالشاي والقهوة، زي الحلويات، الشوكولا، هالأشياء. والنشويات المعقدة اللي هي زي البطاطا، المعكرونة،
زي مثلا النشويات الموجودة عموما بالحبوب الكاملة وأيضا بالخضروات والفواكه. تمام، فنحن لازم ناخد حمية متوازنة سواء كان المريض مريض سكر أو لا، بس هلأ رح يكون تركيز على مرضى السكر. المفروض نحن ناخد حمية متوازنة يكون فيها نشويات ودهون وبروتين أيضا. ومريض السكري بالذات هو له حصص نشويات تختلف عن الشخص العادي. ليه؟ لأنه جسمه ما بيتعامل مع السكريات الموجودة بالأكل بكفاءة زي الشخص العادي اللي ما عنده مشكلة بالسكريات اللي بتدخل جسمه. فبالتالي مثلا مريض السكر حصة الرز له هي 3 كوب رز مطبوخ، بينما الشخص اللي ما عنده سكر بتكون عبارة عن 0.5 كوب رز مطبوخ. فبالتالي نحن بالعادة على الوجبة الأساسية بيطلع لنا ما بين حصتين إلى 3 حصص نشويات تقريبا، يعني كمعدل لحتى نحافظ على وزننا. فبهالصورة بكون 3/4 كوب رز مطبوخ لمريض السكر وكوب ونص رز مطبوخ لمريض لشخص ما عنده سكر. تمام. غير هيك انه مريض السكر المفروض ياخذ 2 إلى 4 حبات فاكهه باليوم، وطبعا يركز على الفواكه الموسميه لانه دائما الفاكهه فائدتها بموسمها. يعني بالصيف مثلا في عندنا البطيخ، هون بالدوله بسموه اليح، الشمام، المانجو مثلا اول الصيفيه بيكون في عندنا المانجو، فتعتبر من الفواكه الموسميه. يعني صحيح. حتى المانجو ما راح تضر مريض السكر، لازم يعرف شو الكميه اللي ياخذها. مثلا لو اخذ حبه مانجو كبيره قد كف ايده مثلا، هاي حتعتبر عباره عن 2 فاكهه، فبالتالي بيطلع له بعد 2 فاكهه ثانيات خلال اليوم. لو بده ياخذ تمر مثلا 3 حبات تمر بيعادله حصه فاكهه، لانه فيه 15 جرام نشويات اللي هو حصه النشويات من الخبز او الرز او الفواكه او الخضروات النشويه. تمام. غير هيك انه لازم المريض السكر ياخذ وجبات صغيره على فترات متقطعه عشان يعطي فرصة لجسمه أنه يتعامل مع هالسكريات الداخلية لجسمه، ومثلا ياخد فطور بعدين بعد فطور بساعتين أو 3 ياخد وجبة خفيفة، بعدين ياخد الغداء، بعدين بعد الغداء بشوي ياخد وجبة خفيفة، وبعدين العشاء. إذا المريض عم ياخد إنسولين يفضل دائما أنه ياخد بالتايم سناك، يعني وجبة قبل النوم لحتى ما يصير فيه هبوط بالسكر أثناء النوم. تمام. بس يعني هذا بشكل عام الموصى فيه لمريض السكر. يعني النشويات مش عدوته، هو بحاجة للنشويات لأنه هي جزء أساسي من حمية الإنسان، وهي أول مصدر غذاء للدماغ اللي بيحتاجه دماغنا لحتى يشتغل. يعني ممتاز، معنا هذه رسالة لجميع مرضى السكر اللي يتابعونا أن النشويات هي عبارة عن عنصر أساسي في غذائنا اليومي، لكن مثل ما تفضلتي وقلتي أن لازم نعرف كم الحصة المفروض نأخذها كل يوم عشان ما تضرنا ونستفيد منها. صحيح. مثلا عندك شخص عم ياخذ 1500 كالوري رح ياخذ تقريبا 190 ل 200 جرام نشويات خلال اليوم. هدول ال 200 جرام رح يتقسموا على 3 وجبات أساسية وجبتين خفاف أو 3 وجبات خفيفة حسب اللايف ستايل تاع المريض. طبعا دائما احنا بنوصي مريض السكر انه يعمل اي نوع من الرياضة حتى لو بس مشي 30 ل 45 دقيقة 4 أو 5 أيام بالأسبوع. هذا الشيء بيساعد على انه يقلل من السكر التراكمي. يعني الدراسات اثبتت انه هذا الشيء بيساعد على انه يقلل من السكر التراكمي خلال 3 ل 6 شهور بيريد اذا بداوم على الرياضة. ممتاز ممتاز، انا شاكر لك استاذة سهير محمود هذه المداخلة بخصوص النشويات ومرض السكري. شكرا لك، نهارك سعيد. هلا، مع السلامة. مع السلامة. احنا رح ننتقل الحين ان شاء الله الى فاصل، بعد الفاصل رح نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. أشجعكم كلكم أنكم تتصلون وتواصلون بالمسجات أو المكالمات، عشان دائما أنا أقول مذيع يسولف ساعة كاملة على الهواء يسول برنامج ممل وما في هذيك اللمسة، بينما تواصلكم صدقوني كل مرة تتواصلون على مدى تقديم الصحة وسعادة على مدى 3 سنوات، كل مكالمة لمتصل تثري البرنامج، تطرح مواضيع جديدة ما كان في بالنا نطرحها، أو تطرح موضوع ما يبالنا مو هو مهم لهذه الدرجة، فتواصلوا معنا عشان نسمع أصواتكم وناخذ ملاحظاتكم. ننتقل الآن إلى
فقرة مهمة، هي فقرة تتكلم عن خدمات قسم الأمراض الباطنية في مستشفى راشد. طبعا قسم الأمراض الباطنية بمستشفى راشد يعد أحد الأقسام المتخصصة والمتميزة في تقديم خدمات عالية الجودة ومتماشية مع أفضل الممارسات والبروتوكولات العلاجية من خلال كوادر طبية ذات كفاءة ومهنية عالية. بنتكلم وبنتعرف على هذا القسم، يكون معانا اليوم إن شاء الله عن طريق الهاتف الدكتورة جميلة محمد بن عدي، رئيس قسم الأمراض الباطنية بالإنابة بمستشفى راشد. صباحك ورد دكتورة جميلة. ألو، صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا فيك، حياك الله في صحة وسعادة. تفضلي. دكتورة جميلة، نبدأ أول شيء نعطي فكرة عامة عن الخدمات اللي يقدمها قسم الأمراض الباطنية في مستشفى راشد. نعم، قسم الأمراض الباطنية في مستشفى راشد واحد من أكبر الأقسام في مستشفى راشد، يتكون من تقريبا 27 إلى 28 طبيب متخصصين في الأمراض الباطنية، بالإضافة إلى وجود أطباء متدربين في حدود 70 طبيب مقيم في برنامج الإقامة لهيئة الصحة. طبعا هذول أطباء تحت إشراف الأخصائيين يعني في تدريبهم. بالإضافة إلى هذا، فالقسم نفسه يقدم عدة خدمات، يقدم خدمات العلاج للمرضى الداخلين إلى مستشفى راشد عن طريق قسم الطوارئ، يعني الحالات الطارئة اللي تستدعي إدخالها عن طريق قسم الطوارئ. كذلك يقدم الخدمات الطبية للمرضى المراجعين في العيادات الخارجية، وفي قسم في يعني مجموعة في أو فريق يقدم الاستشارات الطبية للمرضى الداخلين تحت التخصصات الأخرى، مثل أقسام الجراحة بأنواعها، أقسام الباطنية الأخرى مثل التنفسي، الأمراض المعدية غيرها، اللي يكونون محتاجين إلى استشارة طبية في أمراض الأمراض الباطنية مثل الضغط والسكر وغيره. كذلك يقدم الاستشارات الطبية للمرضى قبل العمل الجراحي، مثل المرضى اللي يكونون أخذوا موعد مثلا العملية جراحية ويعانون في نفس الوقت من مرضى من الضغط والسكر وغيره، فمراجعتهم يشوف أهليتهم لدخول العملية، درجة انتظام السكر والضغط، يعني هذا كله في فحوصات سواء في العيادة أو بعد دخولهم المستشفى. كذلك يقدم توعية وتثقيف طبي للمرضى الداخلين في المستشفى، للمرضى في العيادات الخارجية، ويقوم بعمل ورشات عمل تعليمية للأطباء في القسم الباطنية أنفسهم وفي المستشفى لما يختص، يعني في أشياء تكون في مجال اختصاصهم، ورشات عمل تدريبية فقط يعني أيضا للأطباء المقيمين والمتدربين في المستشفى. ممتاز، ما شاء الله، جهود عظيمة يبذلها قسم الأمراض الباطنية في مستشفى راشد. أكيد هناك تقنيات وأجهزة متطورة في القسم تساعدكم في تلبية مثل الاحتياجات، فتكلمينا دكتورة جميلة عن التقنيات والأجهزة المتطورة المتوفرة عندكم في القسم. شوفي، قسم الباطني ما يحتاج كثير إلى أجهزة أو تقنيات، لأن قسم الباطني أغلبه يكون عن طريق الفحص. طبعا الأجهزة ما تكون في القسم نفسه، لكن يحتاج إلى تقنيات وتخصصات موجودة في الأقسام الأخرى، يعني مثل مرضانا ممكن يحتاجون إلى أشعات متخصصة، إلى مناظير، إلى فحوصات متخصصة من الأقسام الأخرى، وهي طبعا متوفرة بدرجة عالية في مستشفيات الهيئة. ممتاز. دكتورة جميلة، شو أبرز الحالات المرضية اللي يتعامل معها القسم، ولو عندك إحصائيات لعدد المتعاملين أو المراجعين الشهري اللي عندكم؟ نعم، في القسم الباطنية أولا في عندنا الأطباء ما شاء الله عليهم يعني مؤهلين وخبرتهم عالية في التعامل مع الحالات. حالات عندك أمثلة عليها، في عندنا مثلا حالات تدخل تقريبا بشكل يومي أو شبه يومي، مثل الجلطات الدماغية، في الجلطات الرئوية، الجلطات الوردية بأنواعها. في عندنا مرضى ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته، أمراض السكر ومضاعفاتها، أمراض الالتهابات الرئوية، التهابات البولية، التهابات الدموية وغيرها من الأمراض، في أعداد كثيرة يعني، هذا بس مجرد إحصاء الحالات، أهم الحالات اللي تدخل. في طبعا أشياء ثانية بس المجال وايد كبير يعني بياخذ وقت طويل. ممتاز. دكتورة جميل، بالنسبة للمراجعين، بالنسبة لنا يعني لو بناخذ المتوسط خلال العام، بالنسبة لمراجعين العيادات الخارجية، فعندنا في حوالي 450 مراجع
في المتوسط في الشهر في العيادات الخارجية. نعم. وحوالي تقريبا 300 مريض يدخلون في الشهر في الأقسام الداخلية. ممتاز. وفي 40 مريض في الشهر في عيادة ما قبل الجراحة. بالإضافة إلى أن القسم يشوف حالات تحول من الأقسام الأخرى تابعها كشكل يومي، فيوميا الأطباء عندنا يتابعون ما بين 60 إلى 90 حالة في الأقسام الأخرى اللي هي تستوجب من متابعة من ناحية الطبيب الباطني الأمراض اللي هي الأمراض الباطنية. ممتاز ممتاز، يعطيكم ألف عافية دكتورة جميلة محمد بن عدي رئيس قسم الأمراض الباطنية بالإنابة، يعطيكم ألف عافية على جهودكم، شكرا لك لوجودك معنا اليوم، صحة وسعادة ونهار سعيد. شكرا جزيلا. شكرا لك. ما شاء الله. طبعا قسم الأمراض الباطنية للي ما يعرفه، دكتورة جميلة عطتنا نبذة عنه، يعني هذا بالمختصر مثل ما قالت، يعني إذا إحنا بندخل بالتفاصيل هو قسم يدخل في جميع التخصصات الثانية. ليش؟ ببساطة لأن تقريبا معظم المرضى اللي يدخلوا المستشفى عبر أي من أنواع التخصصات، القلب، الجراحة، الإصابات، أيا كان التخصص، كل مريض عنده، بعض المرضى عندهم بعض المشاكل الباطنية الأخرى، سكري عنده، ضغط عنده، عنده مشاكل أخرى لازم تتم العناية بها مثل ما تتم العناية بجروحه أو بمشكلته اللي دخل على أساسها المستشفى. فالقسم الباطنية من أكثر الأقسام نشاطا حول العالم، وفي مستشفى راشد طبعا على حجم الخدمات المقدمة وجود مركز الإصابات والحوادث، فما شاء الله قسم نشيط جدا على مدار الساعة. وإحنا في العيادات وايد نتواصل معاهم في قسم الباطنية لسؤالهم عن بعض الأمور تخص المتعاملين حتى يجونا في العيادات، وما شاء الله دائما هناك تعاون جميل من عندهم. إحنا إن شاء الله رح نطلع الحين إلى فاصل، بعد الفاصل رح يكون عندنا رح نتكلم عن خدمة أخرى تقدم في هيئة الصحة بدبي، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. تقوم إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي بالعديد من الجهود والإجراءات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي بين أفراد المجتمع بشكل عام بمن فيهم طلبة المدارس، للتعرف على الدور والمهام والجهود التي تقوم إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي. يسرنا يكون معانا اليوم عن طريق الهاتف مديرة إدارة الصحة العامة، مديرة إدارة حماية الصحة العامة الدكتورة بدرية الحرمي. صباحك ورد دكتورة بدرية. صباحك نور وسرور دكتورة ندى، أنت ومستمعين الأعزاء، وأحب أشكركم على استضافتكم في هذا البرنامج الجميل اللي كله صحة وسعادة. شكرا لك. طبعا هذا واجبنا إحنا نسلط الضوء على خدمات قسم حماية الصحة العامة، لأنه هو فعلا القسم المعني بتوعية الجمهور بالأمراض المختلفة والحرص على أنهم يكونوا بالصحة وسعادة أكثر. فنتعرف في البداية دكتورة بدرية، شو هي المهام اللي تقوم به إدارة حماية الصحة العامة ودورها في حماية المجتمع؟ بداية نحن نتكلم عن إدارة حماية الصحة العامة، وهي إحدى الإدارات المتابعة لمؤسسة دبي الرعاية الصحية لهيئة الصحة في دبي. تحت هذه الإدارة تندرج أربعة أقسام أساسية، هي الطب الوقائي والتثقيف والتعزيز الصحي، برامج ودراسات الصحة العامة، والصحة المدرسية. هذه الإدارة تختص بصحة المجتمع من اسمها، وتهتم مراقبة وصف الحالات أو السلوكيات الصحية اللي تشكل خطر على الصحة العامة. مثلا دكتورة، يعني هذه الإدارة تهتم بالدراسات الوبائية للأمراض المعدية، كذلك أنها تشارك في وضع الخطط الصحية لمكافحة الأمراض الغير معدية أو اللي احنا نسميها المزمنة، عشان نعرف أسباب انتشارها وتحديد العوامل الخطورة اللي تؤدي إليها، وبالتالي تساعدنا على اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة للتصدي لمكافحة هاي الأمراض أو هذه المخاطر. طبعا هذه كلها التدابير الوقائية تكون بالتعاون مع جهات أخرى معنية، سواء كانت هاي التدابير مثلا إذا ذكرنا على سبيل المثال التطعيمات اللازمة، أو تعزيز ورفع الوعي المجتمع عن طريق الحملات التوعوية المختلفة عبر وسائل التواصل المختلفة. وطبعا دور الصحة العامة ما يقتصر على هذا الشيء، لكن يمتد كذلك ليشمل العديد من المحاور مثل رصد العوامل البيئية المؤثرة على الأمراض، أو صحة حتى العاملين بمكان عملهم،
وغيرها طبعا من المحاور المهمة. والحديث عن الصحة العامة يطول، فباختصار نقول الصحة العامة عامل أساسي من عوامل الحفاظ على المجتمع ككل من خلال الحفاظ على صحة أفراده. ممتاز. الدكتورة بدرين، نتكلم عن الجهود اللي تقومون فيها لرفع مستوى التثقيف الصحي في طلبة لدى طلبة المدارس. طبعا طلبة المدارس دائما موضوع ساخن، ودائما احنا نستهدفهم لان هم نواة المجتمع. يعني لو نثقف او ننشر الوعي او نرفع وعي طلبة المدارس، فاحنا كأنه نشرنا وعي في المجتمع كله. فشو الجهود اللي تقومون بها لرفع الوعي لدى طلبة المدارس؟ صحيح، مثل ما ذكرتي، واحنا كلنا نعرف ان المدرسه هو المكان اللي يقضي فيه الطلبه معظم يومهم، صح ولا لا؟ عشان كذا هذا المكان له اثر كبير على جميع نواحي حياتهم. لذلك اداره الصحه، حمايه الصحه العامه متمثله بالصحه المدرسيه، تستهدف اهم شريحه في المجتمع. هي هاي الشريحه اللي تتميز بالحيويه والنشاط، وهي شريحه الطلبه، واللي تمثل الفئه الاكثر احتياج للرعايه والتوجيه والاهتمام في كافه مراحلها المختلفه. علشان شيء برامج الصحة المدرسية تهتم برفع الوعي الصحي وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة لدى الطلبة. ليش؟ الوقاية من الإصابة بالأمراض من خلال تبني أنماط حياة صحية، مثلا من ممارسة الرياضة أو هجر العادات الغذائية الضارة، يعني كذلك تحفيزهم على تناول الخضار والفواكه، وأن تكون جزء مهم من حقيبتهم الغذائية المدرسية. بالإضافة لبعض يعني المواضيع المهمة واللي تهم هذه الفئة من المجتمع، واللي هي مثلا المواضيع اللي تهتم بالنظافة الشخصية، بصحة الأسنان، بغسل اليدين، أو أضرار التدخين والإقلاع عنه. طبعا جميع هاي الأنشطة التوعوية تنفذ من إدارة حماية الصحة العامة وبالتعاون مع إدارة المدرسة وباقي الشركاء المعنيين. وكل هاي الأنشطة تساعد عيالنا وأبنائنا بالنهاية على تبني المعارف الصحية المهمة في حياتهم ونقلها في المستقبل إلى أبنائهم كذلك. صحيح. دكتورة بدرية، خلال الأسبوع عندكم وايد من الأنشطة والفعاليات في العديد من المدارس، فنتكلم عن شو أهم الفعاليات الموجودة خلال هالأسبوع؟ دام تكلمنا عن الأنشطة والفعاليات، طبعاً إحنا مثل ما تعرفون إحنا عندنا سياسة الصحة المدرسية الإمارة دبي، واستمراراً لتطبيق هاي السياسة تقوم هيئة الصحة دبي متمثلة بإدارة حماية الصحة العامة مع بداية كل عام دراسي كل سنة مشاركة طلابنا وطالباتنا بالمبادرات والحملات التوعوية. طبعاً هذه المشاركات تبدأ بحملات العودة إلى المدارس اللي تختص طبعاً بالاستعداد المبكر، ترك السلوكيات الخاطئة اللي اعتادوا عليها في الإجازة، بالإضافة لتثقيفهم كيفية الاختيارات الصحية للحقيبة الغذائية. وتستمر هاي الحملات بعد طول السنة، بعد ذلك تحت شعار اللي نسميه حملة أنماط الحياة الصحية بالمدارس، واللي تهدف كذلك لرفع الوعي الصحي لدى الطلبة وتعزيز أنماط الحياة الصحية وجعلها يعني شو ممارسات يومية، مثل ممارسة الرياضة أو التغذية الصحية، اهتمام بالنظافة الشخصية، صحة الأسنان. وطبعا هذا بالإضافة إلى بعض الحملات التوعوية الخاصة واللي ترتبط مثلا مواسم معينة، مثل الحين بداية موسم الشتاء نقعد يعني مثلا نسوي حملات توعوية للمدارس لتوعيتهم ورفع الوعي الصحي بأهم الطرق الوقائية للحد من انتشار مثلا عدوى الإنفلونزا الموسمية. بالإضافة إلى مثلا والأسبوع هذا نحن هيئة الصحة بدبي مشاركة بالأسبوع الوطني للوقاية من التنمر، واللي تنظمه كل سنة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع العديد من الجهات الاتحادية والحكومية. وهي السنة الشعار معا نزدهر بالتسامح. طبعا على مدار الأسبوع نظمت هيئة الصحة متمثلة بإدارة حماية الصحة العامة والصحة المدرسية العديد من المحاضرات التثقيفية وورش العمل في يعني عدة مدارس خاصة في إمارة دبي. الهدف من هاي الحملات يعني التأكيد على أهمية التعاطف، التسامح، وحسن الأخلاق، يعني عوضا عن التنمر وإيذاء الآخرين. وطبعا هناك العديد من المواضيع والأنشطة التوعوية اللي تستهدف هذه الشريحة المهمة من المجتمع، لكن إحنا اللي ذكرتهم تقريبا هذه لأهم يعني الحملات التوعوية أو أهم المواضيع. بالإضافة مثلا أطلقنا يعني الفترة اللي فاتت اللي هي مبادرة اللي هي كابتن نيوتريشن، اللي هي أول سميها اللي هو هذه المبادرة كانت نظمتها إدارة التغذية في هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع إدارة حماية الصحة العامة. فهذه المبادرة
كان الهدف رفع الوعي الصحي بأهمية الاختيارات الصحيحة يعني للوجبات الغذائية الثلاثة. وطبعا هاي كان فيها مسابقة، واخترنا يعني مجموعات من الطلبة، وكل مجموعة بدأت تسوي وجبة من الوجبات اللي سووا وجبة الفطور، المجموعة الثانية سووا وجبة الغداء، والثالثة وجبة العشاء. سمينا يعني وشفنا، وكذلك يعني تخلل هاي هذا النشاط يعني ودينا الطلبة بعد كذلك اللي يعني انهم يختارون نفسهم المواد اللي يستخدمونها في تكوين الطبق هذا بحيث يكون طبق صحي. طبعا هذا ان نعطيهم بعض المعلومات وبعض المعارف المهمه اللي تفيدهم في حياتهم، ان كيف نحن اليوم ممكن نعد طبق صحي ولذيذ بس بمكونات صحيه، مو بلازم تكون المكونات الاخرى اللي ممكن تضر صحتنا. صحيح صحيح. دكتوره بدريه، كلميني عن الفعاليات الثانيه اللي عندكم خلال السنه بعيد عن المدارس لخدمة المجتمع. طبعا احنا مثل ما ذكرنا ان التثقيف الصحي له دور جدا مهم في رفع الوعي المجتمعي في كافة شرائح المجتمع. احنا في إدارة حماية الصحة العامة عندنا قسم خاص بالتثقيف والتعزيز الصحي. هذا القسم تكون له حملات توعوية وتكون عنده أنشطة على مدار السنة، وكذا هذه الحملات اما تكون يعني تزامن مع الأيام العالمية، أو إن تكون حملات يعني تخدم يعني الجهات الحكومية أو الفئات المجتمع المختلفة. من هاي الحملات إحنا نذكر مثلاً في 2019 كانت لنا حملة مثلاً دبي بلا سي. هاي الحملة اللي كانت تهدف لرفع الوعي ضد اللي هو مرض التهاب الكبد الوبائي. الكبد الوبائي سي. نعم. كان هناك في كان يعني عندنا مثل كانوا يسوون الكشف المبكر عن هذا المرض عن طريق الفحص يعني اللي هو الفحص البسيط اللي يكون في الموقع نفسه، زين، وتوعيتهم بطرق الوقايه، وان نقولهم ان الحين هذا المرض صار العلاج، وان يعني الوقايه منه صار ما صارت مستحيله طبعا. صح. زين، هذا الحل على مدار السنة، واستهدفنا طبعا العديد من المواقع. وكانت عندنا حملة ثانية، طبعا الحملة الثانية كانت بعد عن أنماط الحياة الصحية واللي مستمرة على طول السنة كذلك، اللي تكون كيفية الوقاية من السكري، كيفية مثلا الوقاية من الأمراض المزمنة، كذلك أهمية ممارسة الرياضة، الغذاء الصحي، ممتاز، وغيرها من السلوكيات واللي إحنا نتمنى أن المجتمع يعني يتبناها في حياتهم اليومية. ممتاز. دكتورة بدرية، إحنا في العيادات صراحة وايد تينا طلبات من مدارس إنه يبون يعني حد من إدارة الصحة العامة يتوجهون لهم يعطونهم محاضرات أو توعية، فلو تخبرينا كيف ممكن حتى المستمعين كيف ممكن التواصل مع إدارة حماية الصحة العامة؟ زين، بكل بساطة ممكن إحنا طبعاً نتلقى الطلبات من الجهات الحكومية مثل ما ذكرت، عندنا منسقين في الإدارة يقومون بالتنسيق مع هاي الجهات وتحديد مثلاً الأوقات المناسبة لهم، نشوف شو المواضيع، نصير مثلاً نجتمع معاهم لهم شو المواضيع اللي تخصكم أو شو الشيء اللي بيناسب هذه الفئة. طبعاً في مثلاً على حسب مثلاً في بعض المواضيع الصحية تتعلق مثلاً طبيعة الشغل أو طبيعة الناس الموجودين في هذه مثلاً الجهة، إحنا نقترح عليهم بعض الحملات التوعوية وننسق بينهم ونحدد مثلا الأيام وننزل الفريق كامل، والحمد لله يعني يقومون هاي الحملات. في بعض الأوقات يعني يوصلنا طلب من بعض الجهات بحملات توعوية محددة، يعني مثلا نعم. احنا نبغى تسوون حملة توعوية عن الانفلونزا الموسمية مثلا، طريقة يعني خلاص احنا نرتب على حسب الجدول على حسب الأولويات وعلى حسب كذلك يعني الأوقات اللي تناسب الجهة هذه، والحمد لله يعني الجميع متعاون والفريق ما يقصر ويبذلون جهود يعني صراحة جبارة في تثقيف المجتمع. فإحنا أي حد يسمعنا الحين اللي حاب يتواصل ويانا ممكن عن طريق يعني يتواصل مع هيئة الصحة في دبي، وهم على طول بيحولونا على
إدارة حماية الصحة العامة. ممتاز. شكرا لك دكتورة بدرية الحرمي، مدير إدارة حماية الصحة العامة، هذه المداخلة اليوم بخصوص خدمات قسم حماية الصحة العامة. يعطيكم ألف عافية، ما شاء الله جهودكم واضحة في كل مكان، ومن مزيد إلى من نجاح إلى نجاح إن شاء الله. تسلمين دكتورة ندى، والشكر لك ولجميع مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم الصحة والسلامة يا رب إن شاء الله. شكرا لك، نهارك سعيد. شكرا. طبعا قسم حماية إدارة حماية الصحة العامة هو عبارة عن قسم، لكن حماية الصحة العامة كمفهوم لازم يكون عندنا جميعا. الجهود التوعوية موجودة ما شاء الله، مو مقصرين في المدارس، في المجتمع، في وسائل التواصل، في التلفزيون، هناك دائما جهود توعوية، لكن نبغى نحن نكون مجتمع ياخذ هذه المعلومات اللي موجودة من خلال الحملات، من خلال وسائل التواصل، وننقلها لباقي أفراد المجتمع. بهالطريقة يعمل وعي. ترى صعب جدا أن أنا أسوي حملة أشمل فيها، أن أضمن أن أغطي فيها كل أفراد المجتمع، هذا شيء صعب يتحقق، لاختلاف الأعمار، لاختلاف الجنسيات، اختلاف اللغة، لكن لازم نكون إحنا ناخذ في إيدنا زمام الأمور. يعني أنا شفت حملة سووها، خذ منها معلومة صحيحة، أنا أسير أنقلها للباجين عشان يعم الوعي في المجتمع. صدقوني ما في شيء يساعد على تعزيز صحة المجتمع مثل وجود مجتمع واعي، الناس في المجتمع يكونون واعين. وهذا تذكير بأهمية أخ تطعيم الإنفلونزا. يا جماعة نبغى يكون عندنا وعي بأهمية التطعيم. ما في ما نبغى بعض الإشاعات اللي تطلع اللي تقول والله تطعيم ما منه فايدة، والله تطعيم أنا أخذتها سنة طافت ومرضت. طبعا طبعا إذا أخذت التطعيم طبيعي رح يعني رح تمرض، رح يجيك زكام، لكن ما رح يتطور إن شاء الله إلى الإنفلونزا الحادة اللي فيها حرارة عالية وتضطر تغيب عن الدوام واليهال كلهم يتعبون، ما رح يتطور إن شاء الله هذا. بينما لو أنت ما أخذت التطعيم رح تيك الإنفلونزا جدا 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 حادة. فهذه نصيحة حتى لو أنتم ما يكون فيروس. في ناس تقول لك أنا طول السنة أصلا ما تيني إنفلونزا، لا بس خذ التطعيم، مو حماية لك فقط ولكن حماية للمجتمع اللي قاعد يستوي إن فئة قليلة مطعمة والأغلب مو مطعم. فشو يستوي؟ الفيروس يستوي أشرس، لأن لما يروح للناس اللي مطعمة ويبدأ يتحور عشان يقاوم التطعيم هذا، فلما يروح للشخص المو مطعم يجيله الفيروس يكون أقوى. فنتمنى من الجميع من الجميع إنه يطعم. كيف نحصل على التطعيم دكتورة ندى؟ وين متوفر التطعيم؟ التطعيم متوفر في كافة عيادات التابعة لقطاع الرعاية الصحية الأولية. العيادات معناها العيادات العادية، العيادات التابعين أنتوا لها. شو نسوي؟ نتصل وناخذ موعد. اتصل على رقم الهيئة 800-342، خذوا موعد للتطعيم. لا تروحون بدون موعد، لأن الحين تم تطبيق نظام المواعيد في قطاع الرعاية الصحية الأولية، معناه في العيادات اللي أنتوا تابعين لها هناك نظام مواعيد. بالتالي إذا رحت بدون موعد احنا ما نرد حد، لكن راح تتريا وايد. دائما خذوا موعد ورتبوا اموركم بحيث انا اخذ الموعد وكل العائله تسيب روحته تطعم، راح يقلز عليكم زمن الانتظار، راح تحصلون على خدمه افضل، في نفس الوقت تطلعون من العياده وانتم مطعمين واموركم تمام، وان شاء الله ان شاء الله لا تصابون بمضاعفات مرض الانفلونزا. هناك رساله تقول، قبل ما انتقل الرساله بعد، وهذه رسالة مني أنا لجميع الناس اللي يتعاملون مع الطاقم الطبي، مع الأطباء، مع الممرضات، مع أيا كان الطاقم الموجود في العيادات وفي المستشفيات وفي كافة المنشآت الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي. نبغى نعزز ثقافة الاقتراح وثقافة الشكر. رحتوا حصلتوا خدمة زينة، اشكروا، تعلموا ان الشكر والاقتراح، خصوصا الاقتراح يا جماعه، ان احنا نبقى متعاملين يجونا، يعني ما شاء الله اعداد المتعاملين يزورون العيادات والمستشفيات ضخم، يزور قطاع الرعايه او هيئه الصحه بشكل عام، يكون عندكم اقتراحات جميله، لكن لا تبخلون فيها. دائما دائما عندك اقتراح يا تقدم عن طريق قنوات هيئه الصحه، اتصلوا بنفس الرقم 800-342 وقدموا الاقتراح. اقتراحاتكم جدا ثمينه، لا تبخلون باقتراحاتكم. انا مروا علي متعاملين جايين يقدمون ملاحظه، ولما اسالهم يقولون لا دكتوره تعرفين عندي اقتراح، لو سويتوا شيء الخدمه تستوي افضل، ويكون الاقتراح من ذهب مثل ما يقولون. ونقول لهم زين انتم ليش ما تقدمون الاقتراح؟ لا دكتوره انتم اكيد
عندكم ما نبغى نسمع عبارات مثل لا أنتوا عندكم اقتراحات أهم، أنتوا عندكم شغل أهم، إحنا شغلنا خدمتكم وخدمتكم دائما نسعى لتحسينها. جزء من طرق التحسين هي اقتراحاتكم اللي أنتوا تقدمونها، فلا تبخلون علينا بالاقتراحات. زائد الشكر، أي مكان تسيرون حصلتوا خدمة زينة اشكروا الموظف، قدموا للشكر. شكر الموظف هو أدى واجبه صحيح، لكن الشكر يخلق موظف أسعد، بالتالي يخلق متعامل أسعد. في النهاية ترى هو بيقدم الخدمة لكم أنتوا، تشكر موظف واحد من وراك رح يسعد 100 متعامل. كل متعامل رح يخدمه هذا الموظف رح يكون متعامل سعيد. فنبغى ثقافتي تكون منشورة يعني معززة عندنا. قبل ما نختم أيمن بس أقرأ رسالة عشان حرام المتعامل مدام مستمع طرش رسالة لازم نقرأها. كلام الدكتورة حلو وجميل، شكرا عن كلام الدكتورة بدرية، مو كلام يعني كلام بدرية. لماذا لا تكون هذه الحملات والتوعيات والمبادرات والتوجيهات منهاج إلزامي يدرس بالمدارس والاهتمام به مثل منهاج الإنجليزي والفيزياء وغيرها من المواد، لأنه أمر مهم جدا جدا. شوفوا هذا اقتراح ذهب، أن يكون هناك جزء من المنهج عبارة عن هالمواد التوعوية الجميلة اللي تقدم. هذا اقتراح جميل، أنا أنصحك أن تأخذ اقتراح وتقدمه لوزارة التربية والتعليم وتقول أن أنا عندي هالاقتراح الجميل أن يكون هالمادة موجودة، لأنه فعلا ممكن يساهم في خلق جيل واعي أكثر. فرد نذكركم في الختام بأهمية أخذ تطعيم الإنفلونزا وأهمية أخذ موعد الحصول على خدمات قطاع الرعاية الصحية الأولية لخدمتكم بشكل أفضل وتقليل زمن الانتظار. إحنا وصلنا لختام البرنامج، أشكرك أيمن سرحيل، أشكر مين المرة اللي كانت معي في التنسيق وهذه الدكتورة ندى الملة، كنت معاكم على مدى ساعة الهوى. إن شاء الله كنا خفاف عليكم، ولا نلتقيكم إن شاء الله، أنا بلتقيكم إن شاء الله الأسبوع الجاي. أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.